أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا. I am Professor جيهان صلاح صادق, Director of Measurement and Assessment Unit in المنوفية Faculty of Medicine, Teaching Faculty and Fellow in the American Fellowship of Medical Education, FEMER. I am an Associate Trainer in International Board of Certified Trainers. موضوعنا عن Objective Structured Long Examination Record, أوسلر. قبل ما نبدأ نتكلم على description of أوسلر, محتاجين نفتكر مع بعض بالنسبة للتراديشنال لونج كيس اللي كلنا امتحنا عليها واحنا طلبة. الحقيقة كان ايه الشكل بتاعها؟ students تقريبا spend 1 hour مع البيشنت, مع البيشنتس from whom they take history and whom they examine. في مرحلة الهيستوري بالذات an examiner is not present, وبعد كده ال student بيبقى examined by the examiner over 20 to 30 minutes period. حصل criticism على الشكل بتاع traditional long case إلى حد إنه ال critics قالوا إنه ال long case must be abandoned لأن فيها مشاكل كتير, وبعضهم قال إن إحنا قبل ما نقول إن هي تبقى abandoned لازم إن إحنا نعمل فيها شوية تعديلات وتصليحات, وده موضوعنا النهاردة. طيب الـ justifiable criticism بتاعهم الحقيقة كان نتيجة إن في limitations and pitfalls موجودة في traditional long case. خلينا نفكر مع بعض إيه هي الـ limitations اللي موجودة أو الـ pitfalls اللي موجودة. أول حاجة إنه في traditional long case different examiners examine different candidates on different patients. الحقيقة الوضع ده كان بيدينا what is called the luck of the draw, كل واحد وحظه. المفروض إنه علشان الامتحان بتاعنا أي امتحان يبقى objective ويبقى reliable, مفروض إنه يبقى عندي variable واحد هو الـ student, لكن أنا هنا عندي ثلاثة variables. أنا عندي different examiners, different students, و different patients. فطبعاً الوضع ده كان بيعمل serious lack of objectivity and reliability. تاني حاجة إن ما كانش في traditional long case في observation of history taking process. طبعا حضراتكم الحقيقة عارفين قد إيه الـ history taking process is very very important. It is a vital and very important component of the clinical competence of any graduate. ما ينفعش حد ما يبقاش الحقيقة assessed في الـ history taking process ويتخرج. الامتحانات اللي بالشكل ده بتدينا lack of construct validity, وزي ما حضراتكم عارفين وقلنا كتير إنه validity is the first priority of any assessment method. دي اللي ما ينفعش نستغنى عنها خالص. على عكس كده تماما كان عندنا الأوسكي, طبعا بيبقى فيه محطات أساسية من ضمن السيركت لازم بتكون محطات بتقيس ال history taking process والطالب ياخد سكور عليه. كمان ال traditional long case الحقيقة leads to poor comprehension of the assessment. ليه poor comprehension؟ لو حضراتكم اديتوا فرصة لنفسكم تفكروا مع بعض ليه هو poor comprehension؟ الحقيقة لأنه نتيجة طول الحالة مش بنقدر إن احنا ناخد أكتر من حالة أو حالتين الطالب بيمتحن عليهم, ودول ممكن يكونوا بيغطوا جزء بسيط جدا من الكوريكولم. بمعنى آخر أنا ما بقدرش أعمل proper sampling of the curriculum by the traditional long case. عكس كده تماماً الأوسكي اللي كان من ضمن الأدفانتجز بتاعته إن هو بيقدر يعمل proper sampling of the curriculum نتيجة وجود محطات كتيرة بتقيس سكيلز كتيرة. طيب إيه كمان؟ طبعاً إحنا اتكلمنا عن الميلر بيراميد قبل كده وقلنا إن إحنا we must assess مش ليفل واحد, we must assess at least the four levels
of Miller's pyramid. Level of knows, level of knows how, level of shows how, level of does. وطبعا احنا قلنا انه بالنسبة للكلينيكال examinations and the practical examinations عشان يبقوا ideal ويبقوا valid مفروض ان هم يقيسوا مستوى الشوز هاو مش مستوى النوز هاو. وعشان كده بنسمي الاكزامينيشنز اللي بتقيس مستوى الشوز هاو performance based examinations. من اسم الاكزامينيشنز دي معنى كده ان انا لازم اعمل assessment للperformance. الحقيقة معظم اللونج كيس traditional long cases بتتحول إلى مش إن أنا بعمل assessment للperformance، أنا بعمل assessment لمستوى النوز هاو، لأنه الحقيقة بيتحول جزء كبير منه لأن أنا بتكلم مع الستودنت مش إن أنا بشوف الperformance بتاعه. كمان مش بس كده، في great variability في الكيس difficulty over a wide range of long cases، وده الحقيقة بيهدد جدا الفيرنس. ممكن طالب من حظه يخش على كيس ستريت فورورد فيها مشكلة واحدة، ممكن طالب تاني يخش على الكيس يكون فيها مشكلتين، ممكن طالب تالت يخش على كيس يبقى فيها ثلاث مشاكل، وده بيهدد جدا الفيرنس. طيب كمان validity is seriously compromised نتيجة سبب تاني، وهو ان اللونج كيس اللي مفروض معمولة علشان تبقى بتقيس مستوى الشوز هاو وبتقيس البرفورمانس بيتحول الكلينيكال اكزام الى فايفا فوس اور اورال اكزام، وبيتحول انه الطالب قاعد قدام الاكزامينر على مكتب وعمالين يتكلموا مع بعض. الجينوين كونسيرنس اللي بتخلي جلوبال باس اور فيل decisions in a non-structured fashion الحقيقة بتخلي أو خلت الناس إنها تفكر في البديل وإزاي نحول الـ long case إلى ناحية الـ validity والـ reliability والـ objectivity. ومن هنا جاء concept of OSLER objective structured long examination record. What is the rationale of OSLER؟ لما رونالد هاردن، بروفيسور رونالد هاردن عمل فكرة الأوسكي سنة 1975، الحقيقة قال إن احنا هنعمل assessment للindividual components of clinical competence. والحقيقة الأوسكي بينفعنا جدا واحنا بنشوف وبنعمل فعلا assessment للindividual components. لكن طبعا اللي طبق الأوسكي وسمع عنه كويس عارف انه كل كومبوننت انا بقيسه على بيشنت مختلف. فجم الحقيقة الناس قالوا there is a need for a method to assess students on the patient as a whole as this what occurs in the practice of medicine. قالوا انه الحقيقة اللي بيحصل انه البيشنت بيجي ومفروض إنه الدكتور بيتعامل معاه على بعضه، هو في الحقيقة مش هيحصل زي الأوسكي إنه هو هيبقى هيشوف هيسمع الهيستوري من البيشنت، هيعمل فيزيكال اكزامينيشن على البيشنت تاني، هقيس الكوميونيكيشن بتاعه على بيشنت تالت and so on. عشان كده بيسموا الأوسكي إنه هو بيقيس فراجمنتد سكيلز. قالوا إن في حاجة ملحة إن أنا أقيس البرفورمانس بتاع الطالب بتاعي على البيشن as a whole عشان أطمن إن هو لما يبقى graduated هيبقى دكتور competent. Second rationale of OSLER إنه الحقيقة في traditional long case ما كانش فيه أي document يقول لي أنا هقيم الطالب على الcommunication skills. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين إن social and psychological factors play a significant part in the day-to-day problems encountered in both hospital and community practice. فلازم إن أنا أعمل، يعني إحنا كلنا كmedical educators نبتدي إن إحنا
نشتغل مع بعض to enhance the communication skills of our students to be graduates which are good communicators. مفيش حاجة هيكتسبها الطالب إلا لو عرف إن إحنا هنعمل له سكورينج على أساسها. زي ما بنتكلم دايما إن assessment drives learning. أنا لما أعلمه إن هو will be scored على الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته وهو لسه أندر جراديويت، أكيد هو will acquire الجود كوميونيكيشن سكيلز. إزاي أعمل أوسلر؟ What is the methodology؟ الميثودولوجي اللي هنقولها في الفيديو ده هي الميثودولوجي which was stated in American, sorry, in AME Guide, Association of Medical Education in Europe. In this guide, OSLER is divided into 10 items. At first, there are 4 items related to the presentation of history. The first item is pace and clarity. Second item, communication process. Third item, systematic presentation. Fourth item, correct facts established. Then comes physical examination items. So the fifth item is called systematic approach. Then the item of technique. Then correct findings established. Then the eighth item is related to investigations. Ninth item is related to management. Tenth item is related to clinical acumen. هنشرح واحدة واحدة من دول according to the AME guide. At first, the pace and the clarity of presentation. أنا مفروض إن أنا أكون حاطة سكور في التشيك ليست عندي أو في الريتنج سكيل اللي أنا هستعمله عن البيس أند كلاريتي. يعني إيه بيس؟ البيس أو برزنتيشن هي اللي بتقيس الريت أوف سبيتش ويز أبروبريت بوزز. مفروض الحقيقة ولا يكون الكلام تو رابت علشان ما يكونش أمبيجوس، ولا يكون تو سلو عشان ما يبقاش تايم كونسيومينج. لو الطالب عارف ان هو هيبقى سكورد على ده، هيبتدي يعود نفسه ان هو يتكلم بسرعة معقولة دايما في حياته العملية بعد كده، وكمان ان يبقى في وقفة ما بين كل جملة او كل سؤال والتاني. الحقيقة clarity هي obviously يعني بتبقى aligned to the pace but at the same time recognize the ease with which the examiner observes the history. Second item in the checklist or rating scale هيبقى related للcommunication process. أنا مفروض الحقيقة إن أنا بخصص جزء من الهيستوري مثلا، وأقول إن الجزء ده والطالب ياخد الهيستوري فيه هيكون الإيم بتاعي كإكزامينر إن أنا أقيس الكوميونيكيشن بروسس. For example إن أنا هخصص history for 3 minutes concerning مثلا one system زي cardiovascular system، أو إن أنا أخصص segment من الهيستوري زي social history، وهقول إنه الجزء ده هو اللي أنا هقيم الطالب فيه على الكوميونيكيشن بروسيس مع البيشنت. Alternative to this part أنا ممكن أقيس الكوميونيكيشن بروسيس in the item of investigation وهنقوله بعد كده. Third item is related to systematic presentation. مفروض الطالب وهو بيقول لي الهيستوري مفروض طبعا يقوله بطريقة لوجيك، بيقوله بطريقة باللوجيك سيكونس اللي احنا متعودين عليه، ومفروض ان هو ياخد سكور على ده كمان. بعد كده correct facts established. يمكن الاسم غريب لكن معناها ايه؟ معناها انه الطالب بعد ما خد الهيستوري وقال الهيستوري وانا متابعة الهيستوري، مفروض انه يقول لي الكي بارس او الكي ووردس اللي موجودة في الهيستوري، ايه الحاجات اللي هو من وجهة نظره شايفها relevant و significant وهتخليه
مع بقية الأجزاء أو الأيتمز اللي هنقولها بعد كده إن هو يوصل للكوريكت دايجنوسس. رقم 5 اللي هو سيستماتيك أبروتش. مفروض هنا إحنا بدأنا في الأيتمز اللي خاصة بالفيزيكال إكزامينيشن. أول حاجة هيتقيم على أساسها في الفيزيكال إكزامينيشن الأبيليتي to logically approach the patient to obtain the necessary information اللي بتخليه يعمل problem solving. طبعا كل واحد من حضراتكم في السبيشاليتي بتاعته عارف ايه هو السيستماتيك ابروتش او اللوجيكال سيكونس اوف فيزيكال اكزامينيشن، هياخد عليها سكور. نيجي للايتم اللي بعد كده اللي هو الايتم يعتبر رقم 6، وده الحقيقة اللي هو اسمه التكنيك، ولازم نأكد على إن key to successful physical examination بيقع هنا في الـ well developed technique. إيه اللي أنا بلاحظه في الـ item بتاع التكنيك؟ الحقيقة أنا ممكن أعمل assessment للـ student في psychomotor skills، هنا بقى أنا بقيس يعني performance بحت، بتابعه كويس بيعمل physical examination ازاي، وبديله سكور على ال correct physical examination. مش بس كده، انا ممكن الاحظ في المرحلة دي ال confidence بتاع ال student وال attitude towards the patient. بعد كده ال item اللي بعد كده correct finds established. يعني ايه؟ أنا في الأيتم اللي فات اللي هو اسمه التكنيك أنا بديله سكور على إنه عمل التكنيك صح، لكن أنا مش ببقى عارفة هو عارف يعمل interpretation للفايندينز اللي هو لقاها ولا لأ. مفروض هنا هو يبتدي يشرح للإكزامينر إيه الفايندينز اللي لقاها. هو ممكن يعمل apparently examination للليفر بتكنيك صح جداً وياخد الفول سكور بتاع التكنيك ايتم، لكن هل هو able to interpret بعد الاكزامينيشن ده ان البيشنت عنده هيباتوميجالي اور نوت؟ ده الحقيقه لازم يتقيم على اساسه في الايتم اللي احنا بنتكلم عليه حاليا اللي هو الايتم رقم 7. بعد كده مفروض ان انا ببتدي اقيم الطالب على على مرحلة الانفستيجيشن. الحقيقة الطالب هنا مفروض يطلب appropriate investigations in a logical sequence. تمام؟ يعني ايه؟ appropriate investigation يعني مفروض ان هو يطلب الحاجة فعلا اللي هي relevant، ما يطلبش اي حاجة وخلاص، الحاجة اللي relevant للحالة دي. Logical sequence يعني إيه؟ يعني يطلب دايماً الحاجات non-invasive قبل invasive والحاجات cheap قبل expensive. هنا أنا ممكن كمان مش بس أقيس على إن هو اختار appropriate investigations وعمل logical sequence، لا كمان أنا ممكن أديله score في الجزء ده على logic sequence of thoughts in a limited time. وهنا أنا الحقيقة ممكن أنقل السكور بتاع الكوميونيكيشن بروسيس اللي كان رقم 2 في مع الهيستوري تيكنج، ممكن أنقله هنا وأشوف هو كوميونيكيتنج إزاي مع البيشنت وهو بيطلب الانفستيجيشنز اللي المفروض تتعمل. أز يو لايك، كل حد يعمل براحته السكور بتاع يقرر براحته مكان السكور بتاع الكوميونيكيشن. المانجمنت مهم جدا إن هو بعد ما وصل في دماغه لدياجنوزس محدد ان هو يبقى عارف المانجمنت بتاعه، طبعا ده لوجيكالي يعني. بعد كده كلينيكال اكيومن، ايه الفرق بينه وبين المانجمنت؟ المانجمنت هو عارف علاج الحاله، اما كلينيكال اكيومن هي معناها بالعربي الحنكه الاكلينيكيه او الحكمه الاكلينيكيه، ودي اللي هي الاوفر اول ابيليتي اوف ذا كانديديت to identify the patient's problem كلها بقى مش حاجة واحدة، and to put the diverse parts of the case together to produce a whole product in terms of problem identification and the ability to solve such problems
in overall management plans. يعني إيه؟ يعني الحقيقة الحالة مش بتبقى كل الحالات كده straight forward، هي عندها مشكلة واحدة وهتتعالج وخلاص. لا، هنا أنا بتعامل مع human being على بعضه. ممكن يكون عنده problem اللي هي موضوع الكومبلين اللي هو جاي بيه، لكن هو ممكن يكون عنده problems كمان قبلها، وممكن يكون التريتمنت بتاع problems اللي قبلها يكون بيتعارض مع التريتمنت بتاع problems الحالية. أنا مفروض كمان أخد بالي من الريسك فاكتورز اللي عنده، مفروض أخد بالي من البريديسبوزينج فاكتورز، المفروض أخد بالي، يعني بمعنى أصح أربط الحالة كلها مع بعضها. ولما أقول عن مانجمنت بلان لازم أكون كونسيدرينج كل الأجزاء بتاعة الحالة. ده معناه الحنكة الإكلينيكية أو الحكمة الإكلينيكية. مفروض ده في الأندر جرادويت الحقيقة بياخد شوية درجات أقل من النقط اللي فوق، لكن في البوست جرادويت مفروض إن هو ياخد considerable marks يعني. طيب أنا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين أنا ابتديت أحول اللونج كيس ناحية الأوبجكتيفيتي وبالتالي reliability، وناحية الفاليديتي إن أنا بقيس فعلا الكومبوننتس أوف ذا تقريبا all components of the clinical competence. طيب أنا دلوقتي من الconcerns اللي كانت على التraditional long case إن في lack of fairness نتيجة variability in case difficulty. فهنقول هنا فكرة من الأفكار اللي ممكن تخلي في fairness. هنقول إن إحنا هنقسم الكيس difficulty لستاندرد كيس وهي اللي فيها بروبلم واحدة بس، ولي difficult cases اللي هي بيبقى كل كيس فيها اتنين لتلاتة problems، وفي very difficult اللي فيها أكتر من تلاتة problems. هل من العدل إن أنا أحاسب الطالب اللي دخل على standard case زي اللي دخل على difficult أو very difficult؟ لا طبعا. إحنا ممكن نقول لو الكيس كلها على بعض الأوسلر 100 هحاسبه عادي جدا، همشي مع التشيك ليست او الريتنج سكيل بطريقه عاديه جدا 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 وادي السكور من 100، بس يكون في اجريمنت بتوين الممبرز اوف ذا اكزام كوميتي من قبل الاكزام انه الهول الفول مارك بتاعت كل حاله من دول بتمثل كام. هنقول مثلا انه الستاندرد الحق بيقول ان الفول مارك هو اللي يجيب 100، الديفيكولت الفول مارك هو اللي يجيب 70، والفيري ديفيكولت الفول مارك هو اللي يجيب مثلا 50. طيب هفترض ان في طالب جاب 50 من 100، تمام. لو كان الطالب ده دخل على حالة ستاندرد تمام، يبقى هو كده جايب نص الدرجة. لو دخل على حالة ديفيكولت هعملها بطريقة المقص، هنقول إذا كان 70 تساوي 100% هي تمثل 100%، يبقى 50 تمثل كام في المية؟ وأعمل طريقة المقص 50 في 100 على 70 وأشوف هيطلع كام. طب لو كانت very difficult هتطلع 50% دي هي الفول مارك. دي إحدى الطرق وليست كل الطرق. كل قسم ممكن to invent طريقة تخلي يحافظ على الهاي ديجري اوف فيرنس برغم وجود انتر كيس فاريبل ديجريز اوف ديفيكولتي. بعد ما حضراتكم شفتوا الديسكريبشن بتاع الاوسلر خلينا نفكر مع بعض في الادفانتشز. خلينا نقول طبعا انا كده عملت سكيلتون لللونج كيس وماشيه تبع تشيك ليست او ريتنج سكيل علشان ما سيبش اي ديجري اوف سبجكتيفيتي للاكزامينر اللي واقفين. انا كده اتجهت بصوره كبيره جدا لناحيه الاوبجكتيفيتي وخدت من مميزات الاوسكي اللي بيتمتع بهاي ديجري اوف اوبجكتيفيتي، وعشان كده سواء هو او الاوسلر او اسمهم اسمه اوبجكتيف ستراكشر. اوبجكتيف ليه؟ تاني عشان فيه هنا تشيك ليست او ريتنج سكيل، تاني عشان فيه
اتجاه بصوره كبيره ناحيه الستاندردايزيشن، تمام، وان في كل حاجه مترتبه من قبلها. بعد كده الفيرنس، وقلنا ان الفيرنس بقدر احققه بكذا طريقه، ده غير برضو ان الاوبجكتيفيتي هي من نفسها بتؤدي للفيرنس. ثالث حاجه، انا هقدر ادي فيدباك، سيجنيفيكانت فيدباك للستودنت، واتفقنا قبل كده انه الفيدباك مهم فور بوز ستودنتس اند اكزامينرز. للستودنتس هيقول له انت طريقه الليرنينج بتاعك تمام ولا محتاجه تعديل، وللاكزامينرز هتديني فكره عن التيتشنج بروسيس بتاعتي في الاسم، هي ماشيه كويس ولا مش كويس، محتاجه اي موديفيكيشن. هل دول بس؟ لا طبعا، في كمان الفاليديتي، واحنا قلنا الفاليديتي is a first priority in any assessment method. انا في التراديشنال لونج كيس ما كنتش بقيس الديفرنت كومبوننتس بتاعت الكلينيكال كومبتنس، لكن هنا انا بقيس الديفرنت كومبوننتس. تمام، فاندر بلوتن طبعا غني عن التعريف، قال OSLER seems to be a powerful tool for providing feedback and therefore has great potential to increase the clinical competence. طبعا بحب قوي اعرض التشيك ليست بتاعت الايمي جايد فور OSLER، ودي من افضل التشيك ليست، وده شكلها. ادي البرزنتيشن اوف هيستوري، ودول الاربع نقط بتوعه: بيس اند كلاريتي، كوميونيكيشن بروسيس، سيستماتيك برزنتيشن، كوريكت فاكتس استابليشد. بعد كده الفيزيكال اكزامينيشن، سيستماتيك ابروتش، تكنيك، كوريكت فايندز استابليشد. رقم 8 ابروبريت انفستيجيشنز ان لوجيكال سيكونس، وهنا كوميونيكيشن بروسيس اوبشن. بعد كده ابروبريت مانجمنت، وبرده انا ممكن اقيس الكوميونيكيشن بروسيس هنا. بعد كده كلينيكال اكيومن، بروبلم ايدنتيفيكيشن وبروبلم سولفنج ابيليتي. وبعد كده ببقى كاتبه الكيس ديفيكولتي. مفروض في الاوسلر الايديال انه يبقى فيه تو اكزامينر، وبيبقى كل اكزامينر الحقيقه بيدي السكور بتاعه، وبنقول ان احنا بنجمع السكور ونقسمه على اتنين ونجيب الاجريد جريد والاجريد مارك. ده شكل التشيك ليست بتاعت الايمي. المين ريفرنس اللي احنا استعملنا للتشيك ليست بتاعته وصفناها في الفيديو ده is present in AMI Medical Education Guide number 9 Assessment of Clinical Competence using the Objective Structured Lung Examination Record. بشكر حضراتكم جميعا. نتقابل ونتقابل إن شاء الله في فيديوهات تانية إن شاء الله عن الأسسمنت. ألف شكر لحضراتكم جميعا.